بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بي الجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء الثامن لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار لشعبة المحاسبة. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنتعرف مع بعضنا البعض عن صافي القيمة الحالية، وأيضا سنتعرف على أسلوب الرقم القياسي للربحية كأحد أساليب تقييم المشروعات، ومن ثم ننتقل للحديث عن المحافظ الاستثمار. ولكن قبل أن نبدأ نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع وواضح لدى الجميع، فهل الصوت مسموع وواضح لدى الجميع يا أخوان؟ طيب، إذا لنبدأ على بركة الله. في اللقاء الماضي، ركز معي في هذه الجزئيات التي سأذكرها الآن، فيما يتعلق باللقاء الماضي والذي قبله تعرفنا على النسب المالية، وذكرنا أن هنالك مجموعة من النسب، على سبيل المثال نسبة السيولة السريعة والجارية، وكذلك ذمم المدينة والدائنة، ونسبة العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، وربحية السهم وفعالية رأس المال العامل، ونسب أخرى. وذكرنا أن هذه النسب مهمة جدا، وسيأتي مجموعة أسئلة للاختبار عن هذه النسب، سواء بأرقام وتقوم بالتطبيق المباشر، أو من الممكن أن تكون بهذه الشكلية يتم حساب العائد على مثلا المخزون عن طريق، ويعطيك مجموعة من الخيارات وتقوم باختيار الإجابة الصحيحة لهذه النسبة. واضح؟ اليوم نتحدث عن صافي القيمة الحالية، بالرغم من أننا تحدثنا عنها سابقا، إلا أن لأهمية هذه الجزئية سنقوم بإعادة جزء منها هنا في هذا اللقاء، حيث أن صافي القيمة الحالية تساوي القيمة الحالية للمنافع ناقص القيمة الحالية للتكاليف، أو بعبارة أخرى هي التدفقات النقدية الداخلة ناقص التدفقات النقدية الخارجة. هنالك عدد من العناصر التي تضمها التدفقات النقدية الداخلة، ألا وهي الإيرادات للمبيعات المختلفة، وكذلك أي إعانات أو تعويضات، وأيضا قيمة الخردة. ما هي قيمة الخردة؟ من يفيدنا بقيمة الخردة؟ ما هي الخردة؟ من يوضح لنا ما هي الخردة؟ نعم، أحسنتم، هي قيمة الآلة أو المعدة بعد استخدامها لعدة سنوات واستهلاكها. قامت هذه المؤسسة ببيعها، وذلك للاستغناء عنها لعدم الحاجة إليها مستقبلا، وهذه القيمة تعتبر من عناصر التدفقات النقدية الداخلة للمؤسسة. هنالك مجموعة من التدفقات النقدية الخارجة، أهمها التكليفات أو التكاليف الرأسمالية، والتي تضم الأراضي والمباني، الآلات، المعدات، والمواد
السيارات والآثاث وخلافه، كذلك التكاليف التشغيلية والمتضمنة للمواد الخام وتكاليف العمالة والمصاريف الإدارية والمصاريف النثرية وكذلك الاحتياطيات والضرائب في حال وجودها. هذا فيما يتعلق بصافي القيمة الحالية. لعلنا ننتقل الآن إلى الحديث عن أسلوب الرقم القياسي للربحية كأحد أساليب تقييم المشروعات، ويعتبر هذا الأسلوب من أهم الأساليب، ويطلق عليه أحيانا بأسلوب التكلفة والعائد، حيث أنه يوضح القيمة الحالية التي تكتسب من إنفاق كل ريال من قيمة الاستثمار الأصلي. لذا يعتمد على نسبة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمة على القيمة الأصلية للاستثمار، ويكون هذا المشروع مقبول في حال كون العائد على التكلفة أكبر من الواحد الصحيح، ويرفض إذا كان أقل من الواحد الصحيح. نعم أحسنتم. مثال توضيحي وتطبيقي لهذه الجزئية، بافتراض أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمة تساوي 57,781 ريال، بينما التكلفة الأصلية للاستثمار كانت بقيمة 50,000 ريال المطلوب حساب الرقم القياسي للربحية. لاستخراج الرقم القياسي للربحية نقوم بتطبيق القانون الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الرقم القياسي للربحية يساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمة تقسيم التكلفة الأصلية. وبالتطبيق على هذا القانون نجد أن أو نقوم بتقسيم 57,781 تقسيم 50,000، نجد أنها 1.16 أو كنسبة مئوية 116%، وهذا الرقم أعلى من الواحد الصحيح، وبهذا يكون هذا المشروع مقبول وتنبؤه سيكون محققا بالربح. ننتقل الآن إلى الحديث عن المحافظ الاستثمارية. ما هي المحفظة الاستثمارية؟ المحفظة الاستثمارية هي سلة من الأصول الاستثمارية، وتقوم على أساس فكرة التنويع والتوزيع. وتقوم إدارة المحفظة على عملية تخصيص وتوزيع ثروة المستثمر على الأصول الاستثمارية المختلفة وفق احتياجيات المستثمر. وتعتمد نجاح المحفظة الاستثمارية على كفاءة تخصيص الأصول وقدرتها على تحقيق الأهداف. هنالك عدد من الخطوات لإدارة المحفظة. الخطوة الأولى منها هي وضع بيان للسياسة الاستثمارية أو الخطة الاستثمارية، وهذه السياسة تتضمن أو تشتمل على تحديد الأهداف. لا بد من أن يكون للمستثمر أهداف محددة، فهم السوق وفهم احتياجيات المستثمر، ووضع معايير أداء ومقارنة ما نفذ بهذه المعايير. في حال وجود فجوات لا بد من معالجتها. الخطوة الثانية دراسة السوق والاتجاهات المستقبلية، وذلك بمعرفة الظروف المالية والاقتصادية الحالية،
التوقعات المستقبلية للقطاع الذي تنتمي إليه هذه الشركات، وأيضا الوضع العام للدولة التي يقوم ذلك المستثمر بالاستثمار بها. الثالث من الخطوات لإدارة المحفظة تكوين المحفظة، وذلك بعد عمليات التنبؤات للسوق كمدخلات يتم تطبيق استراتيجيات الاستثمار وتحديد كيف يتم تخصيص الأموال المتوفرة. الخطوة الرابعة من خطوات إدارة المحفظة ألا وهي المتابعة وتقييم الأداء، حيث أنه لا بد من متابعة العمل أيا كان، وأيضا تقييم أدائه. ولتقييم الأداء لا بد من تحديد معايير أداء مسبقة، وعلى ضوء هذه المعايير يتم التقييم هل تم فعلا الوصول للأهداف المنشودة مسبقا أم أن هنالك انحرافات حدثت. وفي حال وجود هذه الانحرافات لا بد من تحديد المسببات للانحرافات ومن ثم معالجتها، كما أنه لا بد من تعزيز من المواطن القوة التي تحققت بها الأهداف خلال هذه الفترة. مما سبق يتضح لنا أن هنالك مجموعة من الأهداف الاستثمارية أهمها المحافظة على رأس المال، والثاني منها زيادة رأس المال. وعادة زيادة رأس المال تكون إما عن طريق الدخل الجاري وإما عن طريق الدخل الرأس مالي، والذي عرفنا كل منهما في لقاءات ماضية. هنالك بعض من المحددات للاستثمار، والمحدد الرئيس هو احتياجيات السيولة. كما وضحنا سابقا قد تخسر بعض من المؤسسات لعدم وجود السيولة الكافية للدخول في الفرص الحالية والدخول في المنافسات. الأفق الزمني لا بد من أيضا تحديده. العوامل القانونية والتنظيمية لا بد من فهمها، وكذلك الاحتياجيات والتفضيلات الخاصة فيما يتعلق بالمفاضلة بين عدة مشاريع معينة، عدة إنتاجيات معينة، سلع معينة، كما وضحنا ذلك في لقاء ماضي فيما يتعلق بالمفاضلة مثلا في الإنتاج سلعة إكس أم سلعة باء ولماذا. كيفية التخطيط للاستثمار، إما عن طريق الاستثمار المباشر، وذلك لمن لديه رأس المال كافي والمعرفة باحتياجات السوق وفهم السوق ومحدداته وما شابهها، فسيقوم بعملية الاستثمار بنفسه. النوع الثاني وهو الاستثمار الغير مباشر، وهذا مخصص لمن ليس لديهم الوقت الكافي لعمليات الاستثمار أو عدم فهم السوق واحتياجاته، فيقوم بالاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية والمتوفرة حاليا عن طريق البنوك أو المؤسسات المالية. بهذه الجزئية نكون قد ختمنا ولله الحمد الموضوع الأخير المتعلق بمقررنا مبادئ التمويل والاستثمار، ونتيح الفرصة الآن لكم لطرح أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم فيما يتعلق بالمقرر قبل أن نطرح الكويز، ومن ثم نقوم بمراجعة بشكل سريع لبعض من موضوعات المقرر.
فمن لديه أي سؤال قبل أن نطرح الكوزات، لأن عندنا يمكن كوزين أو ثلاثة خلال هذا اللقاء سيتم طرحها، أعتقد كوزين، نعم كوزين. فمن لديه أي سؤال يا أخوان فليتفضل قبل أن نطرح الكوز المتعلق باللقاء. طبعا نؤكد على أهمية الكوزات، وأيضا ننبه على وجود تكليفين أو ثلاثة تكليفات ذاتية في المنتدى، انتهى تقريبا التكليف الأول ويمكن التكليف الثاني، وعليكم بالإجابة على التكليف الذاتي الثالث. نعم، نمنع الجميع الدخول على المنتدى لحل التكليف الثالث. طيب، هنالك كويز الأول. التكليفات الذاتية نقوم ب نعم التكليفات الذاتية، التكليف الأول قمنا بمراجعته لمن حله وأرسل لكم تقريبا، والتكليف الذاتي الثاني سنقوم بذلك، كذلك التكليف الذاتي الثالث بمشيئة الله تعالى. طيب، الكوز الآن أمامكم وهو عبارة عن ثلاثة أسئلة، نأمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد. طيب، الوقت المحدد انتهى، ولعلنا نشوف هذه الأسئلة مع بعضنا البعض. السؤال الأول يقول: أي الأوضاع التالية هو الوضع الأمثل للشركة لإدارة الديون؟ هل هو متوسط فترة تحصيل 40، ومتوسط فترة سداد 25 يوم، أم متوسط فترة تحصيل 35، ومتوسط فترة سداد 45، أم متوسط فترة تحصيل 55،
ومتوسط فترة سداد 50 يوم. طبعا الإجابة الصحيحة متوسط فترة تحصيل 35 ومتوسط فترة السداد 45 يوم. السؤال الثاني يقول: أي من أو أي مما يلي يؤدي إلى انخفاض نسبة السيولة السريعة؟ مجموعة من الخيارات: انخفاض النقدية وارتفاع الدائنون، أم ارتفاع أوراق القبض القابلة للخصم وانخفاض أوراق الذمم، أم ارتفاع المخزون وانخفاض الدائنون. طبعا الإجابة الصحيحة انخفاض النقدية وارتفاع الدائنون. السؤال الثالث والأخير يقول: حقوق المساهمين تمثل حصة المساهمين في المؤسسة وهي صافي ثروتهم الناتجة عن الموجودات ناقص المطلوبات، مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة، وإليكم الإجابات لهذه الأسئلة. هذه العبارة صحيحة. طيب، أحد عنده سؤال قبل أن نطرح الكوز الثاني يا أخوان؟ طيب، هذا الكوز الثاني الآن أمامكم يا أخوان، وهو عبارة عن ثلاثة أسئلة كذلك، نأمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد. عفوا يا اخوان، الكوز الان امامكم. الكوز الان امامكم، هو عبارة عن ثلاثة اسئلة. صافي رأس المال العام يا اخوان ذكرنا المخزون، التأكيد على هذه الجزئية يا اخوان، رأس المال العام المخزون يضاف إليها ذمم المدينة، يطرح منها الذمم الدائنة. واضح؟ واضح اختيمان. المخزون يضاف إليها ذمم المدينة، يطرح منه الذمم الدائنة. نعم صحيح، نعم، عناصر الميزانية الأصول و الخصوم والالتزامات والحقوق الملكية. هذا حقوق الملكية، حقوق الملكية، الموجودات المتداول، الموجودات ناقص المطلوبات. يا أختي معا، حقوق الملكية، الموجودات ناقص المطلوبات بالإجمال. واضح؟ طيب، نعم، من الجميع الإجابة على الكوز المعطى؟
طيب الوقت المحدد للإجابة عن الكوز انتهى، ركز معي حتى يتم مناقشة هذا الكوز. يقول أي مما يلي يؤدي إلى انخفاض معدل دوران الدائنين؟ هل هو انخفاض المبيعات أو تكلفة المبيعات وارتفاع متوسط الدائنين، أم انخفاض المشتريات العاجلة وارتفاع متوسط الدائنين، أم ارتفاع المشتريات العاجلة وانخفاض متوسط الدائنين؟ الإجابة الصحيحة انخفاض المشتريات العاجلة وارتفاع متوسط الدائنين. السؤال الثاني يقول من مصادر التمويل الخارجي؟ هل هي إصدار الأسهم والحصول على قروض والمخصصات الاستهلاك، أم إصدار أسهم وإصدار سندات والحصول على القروض، أم إصدار سندات والحصول على قروض والاحتياطيات؟ الإجابة الصحيحة هي إصدار الأسهم وإصدار السندات والحصول على القروض. السؤال الثالث في هذا الكوز يقول مخزون البضاعة يتكون من المواد الخام وشبه المصنعة والسلع الجاهزة للبيع وقطع الغيار ولوازم أخرى، مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة، هذه العبارة صحيحة، وهذه الإجابات النموذجية الآن أمامكم لهذه الأسئلة. طيب طيب هناك كوز آخر وهو عبارة عن 3 أسئلة، وهو الكوز الأخير في لقائنا لهذا اليوم. نأمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد. هو عبارة عن 3 أسئلة وجميع هذه الأسئلة مهمة، نأمل منكم الإجابة عليه في الوقت المحدد. نسبة السيولة الجارية 1 إلى 1، 1 إلى 1، بينما نسبة السيولة عفوا عفوا يا إخوان، نسبة السيولة الجارية 2 إلى 1، 2 إلى 1، ونسبة السيولة السريعة 1 إلى 1. واضح أختم الآن؟ السيولة الجارية 2 إلى 1، بينما السيولة لا 2 بهذه الطريقة، بهذه الطريقة هذا 1 إلى 1، وهذه اثنين إلى واحد. واضح؟ أحد عنده أي سؤال يا إخوان؟ أي أسئلة أخرى يا إخوان؟ طيب نأمل من الجميع المشاركة في الإجابة عن الكويز، نأمل من الجميع الإجابة عن الكويز.
طيب الوقت المحدد للإجابة عن الكويز الآن انتهى، ولعلنا نناقش هذه الأسئلة مع بعضنا البعض. السؤال الأول يقول: عند تقييم المشروعات الرأسمالية ينبغي تحديد معدل العائد المرغوب أو المستهدف مقدما، وذلك لاحتساب، هل هو لاحتساب معدل العائد المحاسبي أم صافي القيمة الحالية أم فترة الاسترداد؟ طبعا صافي القيمة الحالية، صافي القيمة الحالية. السؤال الثاني يقول: مجموع الأصول هل هو إجمالي الأصول المتداولة أم الأصول المتداولة زائد الأصول الثابتة أم الأصول المتداولة زائد المطلوبات المتداولة؟ طبعا الأصول المتداولة زائد الأصول الثابتة، واضح؟ السؤال الثالث يقول: بافتراض أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمة تساوي 57781 ريال، والتكلفة الأصلية للاستثمار تساوي 50,000 ريال، فما هو الرقم القياسي للربحية؟ نقوم بتقسيم التدفقات النقدية المستلمة 57781 على 50,000، نجد أنها 1.16 أو 116%، وهذه الإجابة الصحيحة. مهتم بهذا السؤال، وذكرنا أنه في حالة كان الرقم أعلى من الواحد الصحيح يكون المشروع مقبول، بينما إذا كان أقل من الواحد الصحيح فيكون غير مقبول. وممكن أن يعطى لك سؤال بهذه الطريقة، يذكر لك أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمة كانت ب90% مثلا أو 90,000، والتكلفة الأصلية للاستثمار كانت بقيمة 100,000 ريال، ما عليك إلا تقسيم 90 على 100 تجد أنها أقل من الواحد الصحيح، وتختار بها الإجابة الصحيحة. واضح يا إخوان؟ كما ذكرنا ممكن أن يعطى لك بأرقام، وممكن أن يعطى لك بأن الرقم القياسي للربحية ممكن حسابه عن طريق، ويعطى لك التدفقات النقدية المستلمة تقسيم التكلفة الأصلية، أحد الخيارات مثلا، وأنت تقوم باختياره. واضح يا أخوان كيفية الأسئلة على مثل هذه الجزئيات؟ يا إخوان واضح؟ الإجابات الآن النموذجية لهذه الأسئلة أمامكم. طيب ركز معي فيما تبقى من الوقت، اهتم لي رجاء بما يتعلق ب فيما يتعلق بأنواع المستثمرين وأنواع الاستثمارات التي ذكرناها لكم، أيضا فيما يتعلق بالعائد الجاري والعائد الرأسمالي، وأن مجموعهما يعطينا العائد الكلي. أيضا فيما يتعلق بالمبادئ الرئيسية عند اتخاذ القرار الاستثماري، والتي ذكرناها خلال لقائنا لهذا اليوم، التدفقات النقدية الداخلة ماذا تضم، وكذلك التدفقات النقدية الخارجة. اهتم لي كذلك فيما يتعلق بمصادر التمويل سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وذكرنا أن من مصادر التمويل قصيرة الأجل مصدرين رئيسيين. من يذكرنا بهما؟ من يذكرنا بمصادر التمويل قصيرة الأجل يا أخوان؟ من يذكرنا؟ نعم، الائتمان التجاري والائتمان المصرفي. أيضا اهتم بالعلاقة بين المخاطرة والعائد، وكذلك بالقيمة الاسمية، وكذلك بالقيمة الدفترية، تعريف كل منهما، وأيضا القيمة المرجحة لمصدر التمويل بالقيمة الدفترية، وكذلك بالقيمة السوقية. أيضا فيما يتعلق بكيفية احتساب معدل
الدوران مثلا المخزون أو الذمم المدينة أو الذمم الداينة أو الأصول أو حقوق الملكية أو ربحية السهم، جميع هذه الأمور. أيضا فيما يتعلق بصيغ التمويل الإسلامية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المرابحة، المشاركة، الإجارة، السلم، الاستثناء. أيضا فيما يتعلق بالنسبة، نسبة السيولة الجارية كيفية استخراجها، وأيضا نسبة السيولة السريعة، وأيضا عناصر كل من قائمة المركز المالي والأرباح والخسائر، أيضا تكلفة الدين كذلك، وأيضا فيما يتعلق بالأسهم كيفية حساب التكلفة لها. وأيضا مزايا وعيوب كل من السندات والأسهم، سواء العادية أو الممتازة، وكذلك الأرباح المحتجزة. أيضا حساب معدل الفائدة الاسمي كيف يتم الحصول عليه، وأسلوب الرقم القياسي للربحية، وخصائص التحليل العمودي التي ذكرناها، وأيضا المفاضلة بين أكثر من مشروعين على أساس أن يتم اختيار المشروع الذي يحقق أكثر صافي قيمة حالية. وكذلك فيما يتعلق بالعلاقة بين الاستثمار المستقل والاستثمار المحفز، وذكرنا أن العلاقة بينهما علاقة إيش؟ من يذكرنا يا أخوان؟ علاقة طردية، أحسنتم. اهتمي بما تم ذكره أثناء هذا اللقاء، وكذلك فيما يتعلق ب اللقاءات الماضية. اهتمي كثيرا في الكوزات وكذلك التكليفات الذاتية، وقم بالمشاركة في حل التكليف الذاتي الثالث الذي تم طرحه في المنتدى وفتح من تقريبا من أمس. طيب، فيما تبقى من الوقت لعلنا نخصصه للإجابة عن أي استفسار قد يتبادر إلى ذهن أي منكم. أي سؤال يا أخوان قبل أن نختم؟ أي سؤال؟ طبعا كما ذكرنا سابقا أن الأسئلة موحدة لكم ولشعبة الإدارة ب40 سؤال. هنالك عدد من المسائل الحسابية كأرقام، وممكن أن تكون عبارة عن قوانين مثل ما ذكرنا كيف يتم حساب مثلا معدل دوران النقدي عن طريق، ويأتيك مجموعة من الخيارات تقوم باختيار الإجابات الصحيحة. فلعلك تهتمي بالنسب المالية اهتمام كبير، وأيضا فيما يتعلق بكافة الكوزات والتكليفات الذاتية. طيب، أي سؤال يا أخوان قبل أن نختم؟ طيب، أي سؤال يا إخوان؟ هل من أسئلة؟ طيب، بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.